انا بعمل شخصيه ميمي، هي شخصيه جريئه جدا في الاحداث، وهي بتدخل في صراع مع الابطال. هي حبيبه رجب بستاردو اللي هو استاذ عمر مصطفى متولي، فهي شخصيه جريئه. قولينا بقى طبعا الكواليس ما بينكم كانت عامله ازاي؟ الكواليس لطيفه جدا، واحسن حاجه حصلت ان احنا عملنا بروفات كتير، فده كان مفيد جدا لكل الناس اللي شاركوا في الفيلم. يعني صعوبات؟ لا بالعكس، انا اتبسطت قوي قوي في التجربه مع استاذ شادي رملي ومع زمايلي. المشاهد الصعبه الدور كله بالنسبه لي كان قلقني، والمشاهد الصعبه بالنسبه لي كانت الضرب، سحن، الإقلام. هي دي المشاهد الصعبة. كلهم ضربوني. هي بتدخل في أزمة مع كل أبطال الفيلم من يعني من أول ما بتظهر. هي كوميدي ويعني هيعجبك إن شاء الله. أنا بيومي، أستاذ بيومي فؤاد، أنا ما عنديش مشاهد معاه مباشرة، أنا مع أولاده، مشاهدي مع أولاده بس. أنا لسه مخلصة مسرحية معاه، كنت عاملة دور مراته في مسرحية اسمها تطبق الشروط والأحكام، بطولة أستاذ أكرم حسني وأستاذ بيومي فؤاد. فطول الأحداث كنت مع أستاذ بيومي فؤاد، يعني كانت في موسم الرياض وجولة المملكة. الحمد لله. استاذ شادي، تجربتي معاه، استاذ شادي رملي، تجربتي معاه لطيفه جدا، خصوصا ان هو مخرج بسيط بيحب الممثل. يعني انا عملت الدور ده علشانه، لان هو شجعني جدا على اني اقبل الشخصيه، لان انا كنت قلقانه منها. هو كان بياكد لي طول الوقت انها مش خطر لانها كوميدي، فانا متفائله. لا، الايرادات بالنسبه لي مش مقياس. المقياس بالنسبه لي الورق مكتوب ازاي، الفكره اللي بيناقشها الفيلم، المخرج ايقاعه ازاي ومقدم ايه في التجربه. الايرادات مش دايما مقياس، لان في افلام ابيض واسود وافلام كتير وقت عرضها ما كانتش ناجحه، بس لما تشاف التاني اتشافت كويس جدا. يعني في ظروف تانية بتتحكم في الايرادات. الدور يبقى مختلف بالنسبه لي ومؤثر، يعني بغض النظر عن مساحته، المساحه مش مقياس ابدا بالنسبه لي، بس بيفرق لي جدا ان الدور يبقى مؤثر في الاحداث، انا اكون بعمل حاجه مهمه. مستحيل اقدمه. بصي مش عارفه، يعني صعب قوي ان حد يقول مستحيل اقدم حاجه. لغايه دلوقتي ما عنديش خطوط حمراء، يعني لغايه دلوقتي ما عنديش خطوط حمراء. والاغراء ده بيتعمل في طرق مختلفه نعمل بيها الاغراء، يعني فحاسه ان انا يعني لغايه دلوقتي ما عنديش خطوط حمراء. دلوقتي في مطربين بتقول انا نمبر 1، ايه رايك في الجمله دي؟ الجمله بتاعت نمبر 1 ده، نمبر 1 والله ربنا يوفقهم، يعني كل واحد شايف نفسه ملك ونمبر 1، يعني دي قصته. انا مش عارفه، هي ما فيش مقياس ابدا يحكم مين رقم واحد. انت ساعات بتبقى رقم واحد في عمل معين في سباق يعني، لكن حد يفضل رقم واحد طول العمر دي صعبه قوي. ورقم واحد ليها مقاييس كتير قوي ما حدش يقدر يحصرها. يعني رساله وللترفيه، هو حاجه راقيه جدا. الفن اجمل حاجه في الدنيا، حاجه راقيه جدا، كل الناس بتحبها، ما فيش حد ما بيحبش الفن. فالفن حاجه ارقى من اني اصنفها رساله او للتسليه، يعني في كل الحالات هو حاجه عظيمه. يعني اي حد ضد التنمر، يعني سلمى ممثله هايله ونجمه جميله، بس هي الفكره، بس مش سلمى ابو ضيف اللي بتتعرض للتنمر. احنا ضد التنمر عموما، لان التنمر دي حاجه اعتقد تتنافى مع الانسانيه. يعني ما فيش حد انسان وقلبه كويس يتريق على حد او يكتب كومنت يجرحه. يعني طبعا انا بدعمها وبدعم اي حد ضد التنمر، لانه ما فيش اي حد عنده حق انه يتنمر على التاني لاي سبب. انا بصور جودر مع استاذ ياسر جلال، ده لرمضان ان شاء الله، ودخله فوبيا، دخله روج اسود، خلصت فوبيا. فوبيا مع استاذ نرمين فقي، اخراج استاذ رؤوف عبد العزيز، وروج اسود هو تاليف استاذ ايمن سليم واخراج استاذ عبد الرحمن حماد. في جودر انا هقدم شخصيه اسمها جمله، هي فانتازيا كده، وبرده يعني يدخل في اطار الكوميدي شويه، شريره بس الشريره دمها خفيف يعني. وفي روج اسود بعمل بنت بتشتغل في محل ملابس بس عندها قضيه، ده قصه كبيره يعني. وفوبيا انا عامله صديقه نرمين فقي الجدعه قوي قوي يعني.